اما دلوقتي فنروح لمنى تقول لنا اخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا منى. شكرا لك يا هدير. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره، والطقس هيكون حار ورطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وكمان في فرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية. كل التفاصيل دي وهنعرف عنها أكتر كمان مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا منى. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبار الطقس النهاردة هيبقى عامل إزاي؟ إحنا اليوم هنبدأ إن شاء الله انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، هنتأثر بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبدوره هيحجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثير أشعة الشمس، فهنحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، وطبعا احنا بقالنا أيام بنحس بانخفاض درجات الحرارة كمان خلال فترات الليل بسبب وجود نشاط رياح اللي هيقلل إحساسنا بنسب رطوبة خلال فترات الليل. الأجواء فترات النهار هنحس بها أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. هتبقى الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا هيبقى في فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل. خلال فترات الليل أجواء تكون معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية. في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل هيستمر تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشمالية مدن القناة. مهم جدا ناخد بالنا من وجود الشبورة المائية لأنها بدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية. كثافة الشبورة المائية زادت وبتأثر على الرؤية الأفقية. مهم جدا استدعى قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور. بالإضافة كمان اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون في فرص بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية. إن شاء الله كمان من غدا هيكون في مزيد من التحسن والانخفاض كمان في درجات الحرارة، هيكون في انخفاض طفيف بحوالي درجة إن شاء الله. دكتورة منار، حالة المدن الساحلية إيه؟ نقدر نقول إن موسم الصيف خلاص خلص؟ لا لسه احنا يعني خلال فترات النهار لسه الاجواء تبقى يعني نقدر نقول مائله للحراره خلال فترات النهار. طبعا على المناطق المطله على البحر المتوسط متوسط درجات الحراره ما بين 30 وال 29 درجه مئويه خلال فترات الليل النهار. خلال فترات الليل الاجواء معتدله تماما، حتى كمان حاله الملاحه البحريه خلال هذه الايام معتدله. احنا لسه مكملين نهايات شهر 9 في الاجواء الصيفيه اللي نقدر نستمتع بيها في المناطق الساحليه. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-22، الإسكندرية 30-23، العالمين الجديدة 29-24، مطروح 29-24، السلوم 30-24، دمياط 30-24، وبورسعيد 31-25. الإسماعيلية العظمى فيها 33 والصغرى 24، السويس 33-24، العريش 31-24، طابة 32-24، كاترين 30-18، شرم الشيخ 36-28، الغردقة 35-26، والفيوم 33-23. بني سويف العظمى فيها 33 والصغرى 23، أسيوط 35-21، سوهاج 37-23، قنا 39-24، أسوان بتسجل 41 درجة والصغرى 26، الوادي الجديد 39-22، حلايب 34-27، أما شلاتين العظمى فيها 37 والصغرى 27. ونكون بكده قلنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة في مختلف المدن والمحافظات. نرجع على طول لشاذلي وهدير نكمل باقي أخبارنا. اتفضل. شكرا يا منى.